قالت لها اخوي في عندنا الصندوق، هذا الصندوق خالتي عطتني اياه، بس انا شحطت فيه، حطيت فيه ساعة من خال وخالتي، في عندي جبت جوز حلا شايفينه، هيدي جبناها على العيد انا وقتها كنت مش متحجبة، عندي الخاتم كمان مع الساعة من خالتي. هذا فرجيكو دفتر المذكرات، هذا الدفتر اشتريته وحطيت كل مذكراتي فيه، كوفي جبقية بس هذا بيبقى خير بيني وبينكم. اوكي فيها كمان من عيد ميلادي جابت لي اياه خالتي، هذا الجزدان. هسه بنفتح دفتري او مذكر، طيب هنشوف شو بقلب هيدا الجوارير. كمان من مع خالتي جبنا. اسا افتح اول جارور، معي هون علبة حلا بكل الالوان والاشكال، وعندي كمان هيدي مقص الاظافر، علبة المقص جبناها انا واختي، في وحدة لها جبناها منقص اظافيرنا فيها، منبرد اظافيرنا، مننظف اظافيرنا، وعندي انا لالي بس طول نشوف. في عندي انا هون مناجير، هذا البراق، عندي الاحمر البردو، عندي الزهر، لا عندي انا هي عملته وزعت لاخواتي منن، في منن كتير يا ما. اوكي هسه ننتقل للجارور، هذا الجارور لخيي شوفوا بتهبل فيها، حاطط الله اعلم شو حاطط فيها، في عنا هذا الجارور هذا لكم ما يحبل حاطي لالي، وجايبه خالتي كمان، هي من خالتي. وهاي هيدي عندي ظبطة الكتب، الدفاتر والكتب اللي انا تبعون المدرسة، في عندي انا هون كل الجزارين، هلا العيد هلا العيد هلا العيد هلا العيد هلا العيد، وجدنا اخوي شو جابوا لهوني، وهيدي الشنطة، وعندي الشنات اللي من ورا شفتوهن. هلا بنيجي على غرفة اختي، اختي عندها اجي كمان نفس الشي الدفاتر، ولها نفس الشي هوني، شوفوا شو شاري مخبي، عندها ذبذوب، وعندك كمان جزادين للعيد. اما اختي الصغيرة، اختي هون شو حطي هون، عندها اختي هذولي، وعندها للمدرسة هولي، في عندها للهبل والمبل هولي، عندها للتسجيلات الاولى هولي، وعندها زي العلبة اللي قلتلكوا عنها النهاية، هي زرقاء عن الزهر. نيجي عن تخت اختي الصغيرة، هذا من بتخت انه هذا لعبي، هاي عندها اللعبات بيجوا لاختي، وهيدي اللعبة اجت مع التخت من خالي اللي بحبه انا كتير. اسه بنيجي عند لي هوني، هوني حاطين لخريحة لخيي وهالشغلات، زي ما قلت لكم نيجي لورا الباب، ورا الباب شوفي عنا اواعي، هاي اواعي المدرسة، هاي بجامتي، عندي بجامة كمان المدهة، وعندي شغلات والوان، وهيديك لاختي. هوني عندي حصان من خالتي من عمتي جابت لي اياه لاختي الصغيرة، وعندي فوق اللعب هاي اللعبة من خالي، وهذا الدبدوب من عمتي، وهيديك لخالتي. اوكي هسه بنكون انتهينا حلقتنا لليوم بالجولة الأهمية والرئيسية، إن شاء الله بتكون عجبتكم الحلقة بنهاية كروبيو بالحلقة الفريند، بنشوفكم إن شاء الله على